متأكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب قلا انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حق لكن اخده من بوق السبع. ايه القصه بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه. اخلص. ايوه يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود يومين؟ اه. طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من سبع ساعات؟ ايوه خلص. هات شويه ميه بس قبل السفايف. اخلص امشي. ها ها ده حمار مكسيكي يا غبي هيفهمك تقول له ها. امال اقول له ايه؟ قول له خا خا. اه خا. حاضر. خا خا. خدني يا رب. ازي حضرتك؟ كويس. مش فاكراني انا شريف صاحب سيف؟ صح. ايوه صح. مش انت اللي كنت بتتدرب في الجراج؟ ايوه كنت قاعد في الكافيه. ممكن تفتكري دي كمان؟ ايوه صح. أيوة صح صح صح. When you were stalking me. أيوة انا ونامي صح. I remember. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامله ايه؟ امك ممكن تطلب منك طلب؟ اه شور اتفضل. ممكن نرقص على البتاع ده وحات امك وحات امك نرقص انا وانت وحات امك. شريف
ام سوري انا مش عايزه ارقص خالص النهارده خالص. ليه؟ طب انا هحكي لي حاجه سريعه جدا. انا دلوقتي عمري ما عرفت لوحدي. لو كنت اعرف حد كنت جبت معاه الفرح ده كنا انبسطت معاه، بس انا ما اعرفش حد خالص، ما عنديش اي علاقات. انا مره كنت اخش في علاقه ها والبوليس جه، وبعدين كان في جثه بتاعه خليل كوميدي وحاجه مصيبه، بس انا غلبان والله العظيم. انا عايز ارقص مع اي واحده عشان خاطري والنبي. خلاص 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 حرام. خلاص اوكي هرقص معاك بس رقصه واحده بس. موافقه واحده امك؟ ايوه يلا يلا اوكي. جاست وان جاست تن براحتك. يلا ماشي. عايز ترقصي ايه بقى؟ يلا تعالي يلا. عادي زيهم سلو دانسينج عادي. مش عايزه رقصه معينه يعني؟ ممكن ارقص معاكي مايكل بريك دانس. ايه مايكل؟ ايه رقصه مايكل دي؟ ما اعرفهاش. مايكل جاكسون. مايكل ليه؟ ايه ممكن اعمل لك دي؟ ها ممكن اعمل لفه بقى اللي هي ايه والسحبه، عارفه اللي هي قوم ساحب كده سحبه. ماي جاد فقريه والله، كنت هلففها على الستيج ده. المهم يلا بينا. لا يلا بينا ايه؟ نرقص سنو زيهم. لا السنو ده حرام يا بنت. انا جوزك. لا يا ابني حرام، دول خواجات، لكن السنو ده حرام. وخالتي انحرفت بترقص سنو مع جوزها، حرام. سيبك انت من الكلام ده. مبسوطه قوي ان احنا اتجوزنا يا دبدوب. الخطوبه كانت طويله وممله. انسي بقى الايام دي، الايام اللي جايه كلها دلع. عامل لك مفاجاه، انما ايه؟ حاجز لك سويت كبير بحمام في فندق ساجل على المريطيه. الله، بس انا كان نفسي في حاجه يعني على البحر. يا بنت ما السويت على المريطيه عدل. ايه ده ترعى فيو؟ امال نخلص بقى الهانيمون تروحي شقتك الجديده، حاجه 75 متر في برج المدينه اللي على البيني. انما ايه؟ تشوفي منه الهرم الاكبر، بس لازم تقفي في شباك المطبخ وتشبي قوي يعني، او تجيبي حاجه وتقفي عليها. الله الحمد لله يا رب الحمد لله. انا مبسوطه قوي انك هتسكنني في البيني، ده انا كان كل حلمي اوضه وصاله بس في كعبيش. ولسه بقى في مفاجاه اكبر. ايه بقى؟ قدام عربيه بجو 504 5 راكب موديل 78، انما ايه؟ حديده تخش بيها في الحيطه، الحيطه ما يحصلهاش حاجه. طب وليه المصاريف دي يا هاني؟ حرام كده هنفرتك الفلوس. ده تبذير وبذخ على فكره. بذخ ايه يا بنتي؟ دي لقطه ب 16,000 بس. طب ومالها المكنه بتاعتك؟ ما هي مقضيانه اهي وما اشتكتش. على راي المثل خد بالتل يا اختل. عندك حق يا شوشو، بس احنا لازم نفكر في المشروع برضه عشان الفلوس اللي معانا ما تتفرتكش. صح. انا بفكر نجيب كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ، الفراخ تبيض، نبيع البيض، نشتري كتاكيت، الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. ما تعرفوش البيض مربح قد ايه؟ ده مشروع رائع والكتاكيت كمان مربحه. مظبوط. عسل. يلا بقى ناخد لفه. لا مش هينفع خلاص. يلا ارقص كده، ارقص السلو اهو، ده السلو المحترم. يلا. وحشتيني قوي يا صباح. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا سعد دل. حبيبتي. بقول لك ايه يا سعد دل؟ اتفضلي. انا اصلي حبيتك قوي قوي. انا كمان. ونفسي اقولك على شويه حاجات كده حصلت لي في الماضي. قولي. هم حاجات بسيطه لا تذكر يعني، 12 قضيه بس. ما تقوليش، انا شفتهم فلاش باك قدامي كده. اصل انا كمان الحقيقه حصلت لي شويه حاجات في السجن، تعرفت على ناس اصدقاء، حصلت لي شويه حاجات، بس انا قلت لنفسي طالما ان بابليك ونو فيلينج دي بس وات. بس الحقيقه كان وحوش. بس اوكي اوكي ما تقولش. ما انا مجربه السجن وليالي وعارفه اللي بيجرى فيه. واسال مجرب ولا تسالش طبيب. نيلي انا فرحان قوي، مش مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت اهدى، مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه، وان كوين ان از باك، وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده، انا بحب المودرن. تاني يا نيلي؟ تاني؟ رجعت للعجرفه دي تاني؟ سوري حبيبي انا عايش معاك في اي داهيه. انا هبقى اعرف اظبطك ازاي. شريف يا سو يلا يا مامي يلا برفلاي. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره.
يلا. العفو. شريهان تعالي معايا بليز، عايزه قاعده للدريس. ماشي انا رايحه التواليت. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه.